أزهى عصور الديمقراطية. وهلا هلا هلا على الرجل يا ولد يا ولد، ايه ده؟ مش معقوله. وهوب اسلام اداله بكوعه، اتكتروا عليه واتكتروا عليه، الواد بيهرب مش عارف. هو انا لو قلت الداخليه بلطجيه هتزعلوا برضو؟ شهادات قناه السويس ربا ولا مش ربا؟ سؤال جميل وفي محله. انا احمد رفعت لست محسوبا على اي احد. جاوب على السؤال. الشهادات بشكل خاص. طيب ولا المعلق؟ قول له حرام. ايه اللي هيحصل؟ قول انا حوار انتهى، اطلع فضايح. قول له حلال، قول له حلال. وداعا للغباء، توصل الطب لحباية بتعالج الغباء. فين دي من زمان لما نجرب. انا نويت ارشح نفسي للرئاسة، نجرب تاني. انا نويت ابقى رئيس وزراء، انا حاسس ان انا بقيت اغبى. عشان كده ترشحوا. الحمد لله مصر في المركز الثالث في اسوأ مدارس ابتدائية في العالم، ودي مشاهد حية من تصويري. سور المدرسة قلب زبالة، ده غير النشاط الاقتصادي. والله احنا اتظلمنا بالمركز ده، احنا المفروض ما نتقارنش. حسبي الله ونعم الوكيل. أقول لك الحق.